مساء الخير وتحية لكل مشاهدي الام تي في وين ما كنتوا عم بتابعونا. حلقة جديدة من انت ادى، رقم التليفون صرتوا بتعرفوه 00961464. بضلنا عم نحاول نتصل ليعلق معنا الخط وننقي رقم ونلعب اللعبة ونكون سوا. ادى اليوم ضيفي مميز رح بيطل معنا بانت ادى لحتى يساعدكم وتكونوا من الفائزين. هو مسرحي وممثل ومخرج، تعرفتوا عليه بشمس وقمر وبمسلسل روبي. جهاد الاندري موجود معنا اليوم من شاشة الام تي في لألكن انتو لحتى تكونوا ادى. اما موضوع هايد بارك امبارح فكان اسرع جات تبولة. الفيوز يوم بعد يوم عم بيزيد، محبتكم يوم بعد يوم عم بتزيد، ودعمكم هو الاساس. hydepark.tv/mtvlebanon هو الويب سايت اللي فيكم تفوتوا وتحملوا عليه الفيديو لمدة 30 ثانية او لمدة دقيقة. امبارح الموضوع كان اسرع جات تبولة، واللي قدر يحتل المركز الاول قدر يحصد حوالي 22,000 فيوز، رقم كتير كبير ما بيستهان فيه. بلشنا ب 300 امبارح وصلنا تقريبا ل 8000، اليوم 22,000 والخير لقدام. اما الموضوع عم تسمعوا الغنية جانجام ستايل لساي، هي موضوعنا لهايد بارك. عليكم ترقصوا لمدة 30 ثانية او لمدة دقيقة وبتحملوها على hydepark.tv/mtvlebanon. وكلياتنا بنعلن عن اسم الفائز بكرة قبل الساعة 3:30، بنوقف تلقي الفيديوز، من بعدها ضيف جديد بيعلن عن اسم الرابح. جايزة قيمة اكيد تقديمة عابد طحان رح بتكون من نصيبكم مجرد ما كنتوا قدها. اما صيبة وجيبة من الموبلي توب امبارح ما ربحت، فبالتالي اليوم بتكون الجايزة صارت 2000 دولار. ميشا مساء محمد. مساء الخير. مساء النور. ليك اليوم حرزين المجي على الموبلي توب في 2000 دولار، يعني الواحد بيحتار شو بده يشتري. مظبوط. ومع ال 50% اللي عاملينها طيلة شهر رمضان لازم عن جد مش بس يكونوا قدها ويتصلوا، لازم يسبوها ويجيبوها. وطبعا مثل ما قلنا بحال ما علق معهم الخط فيهم اكيد يعملوا جولة بعد الافطار بموبلي توب اللي مثل ما سبق وقلتي عم بيقدم 50%. وشكر كبير لك يا ميشا، على امل حدا اليوم يسيبها ويجيبها. وحنحكي اليوم كيف ميشا سهلت لكم اياها بس خلال سياق الحلقة. اما انتم ففيكم كمان تتواصلوا معنا عبر تويتر @محمد_قيس، هاشتاج انت قدها لكل المواضيع اللي بتحبوا نطرحها او لحتى تشاركوا ايضا كمان بالربح. برجع بذكر هايد بارك ايضا فيكم تحملوها از ابلكيشن على اندرويد وعلى ابل. اذا كنتوا برات البيت بعد الافطار فيكم تصوروا الفيديو، بتحطوا الموسيقى على العالي وبنرقص كلياتنا سوا باجواء فرحه رمضانيه لانه كلياتنا حنكون قدا. اول اتصال. الو. الو. رمضان كريم. مين معي؟ معك بشار. بشار مو عم تحكينا؟ من بيروت. من وين؟ من بيروت يا بشار. من جناح. من جناح، تحيه لإلك ورمضان كريم يا بشار. نعم. عم تتابعنا كل يوم؟ ايه نعم. ليك انا من بيت شمس، اذا ما بتربحني يا لطيف بلش التهديد. شو بشار؟ شو يلا قول الله. قول الله يلا. نقي الرقم يا بشار. 14. رقم 14. لا هيدي بشار. لا ما حنتفق. لا انت من البقاع. خيابة بس ما حنتفق. بدك تكون قدا. انت ساعدني كثير. انت عندك مشكلة انا ما بساعد صدقني. لك لا يعني صدق. ما كثير هاوي كليبات عرفت ليه؟ يلا قول الله. مش مشكلة بنقول الله وبنكون قدا. انت قدا بشار؟ ايه نعم انا. يلا. قاس علي حبيبي وقلبك ما وشعك، ما بعرف شو اللي ممكن إلي رشاك. لو قالوا إني حبك ناسي وعد صدق قلبي مش قاسي، والله لا شيلك على راسي لحلف لك ما بشار. يا اسم الغنية يا اسم الفنان أو الفنانة، شفنا ثلاثة ميوزك فيديوز. توني كيوان. توني كيوان اخر فيديو كليب مزبوط هو كرمال عيوني. هيديكي بس ما عرفتها هيديك الشقره. اول وحده شقره. الشقره ما عرفتها. مين ما كثير معروف اسمح لي فيها مش طيب. تاني غنيه. تاني غنيه. لا هي نجمه معروفه وعندها جمهور وعندها محبين كتار. تاني غنيه. توني كيوان. تاني ما انتبه ما في مكان ما ارجيتوني. ما شفتها؟ ما انتبهت لها؟ ما شفت بس شفت توني كيوان وحده ثانيه شقره.
طيب عندك علم هيك بدك ساعدك شوي؟ يا اما ما هيدا ما هلا اذا ما ربحت ما تطلع برا الاستديو يلا كمل. يه 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 صار التهديد ها؟ ليك حخبرك شغله، نحن بلا ام تي في هون كمان عم بيستهين فينا، انت عم تصل فينا نحن قدها، انت قدها؟ ايه نعم انا قدها. يلا اعطيني اسم اول فنانه. ما بس ساعدني بال مادلين. مادلين مطر. مزبوط، بدي تاني غنيه. تاني ما قلت لك توني كيوان. تالتة توني كيوان، التانية من بيت عيد. من بيت عيد، قل لي شو معقول تكون؟ ساعدني. بطلع فيي. كارن. يعني هلا صار لازم يا شباب، يا شباب سمعتوا شو صار معي؟ شفتوا؟ أكيد كل التوفيق لك يا بشار، خيرة بغيرة بتكون قدها، مجرد ما يعلق معك الخط ومنتابع بتلقي الاتصالات. ألو. رمضان كريم مين معي؟ معك توفيق. توفيق من وين عم تحكينا؟ من زحلة. من زحلة، تحية لإلك ولكل متابعينا بزحلة، أنت قدها يا توفيق؟ إيه قد. يلا صرنا عارفين اثنين ميوزك فيديوز، الأول والثالث، باقي إيه. الثاني. الثاني لكارينا. كارينا شو؟ عيد. عيد. مزبوط. ما بدنا كاونتر. أنت قدها مدلان مطر أهل الغرام، كارينا عيد بدك تتركني وتوني كيوان كرمال عيوني، بتأكد إجابتي؟ نعم. بتأكد إجابتي؟ ايه متأكد. انت قدى؟ قدى. مبروك كي ستار، بتقدم لك جايزة قيمة لأنك كنت قدى. كل التوفيق لإلك وين ما كنتوا عم بتتابعونا، رقم تليفون 1-00-9614-64. منكون قدى بلا تهديد، بمحبة، بمودة، بضحكة قبل الإفطار. حنكفي بتلقي اتصالاتكم، ويا ترى حيكون في عنا رابح اليوم بسيبة وجيبة؟ عم نعرف، الحلقة بتكشف. وأيضا بهايد بارك مين احتل المركز الأول؟ جهاد الأندري رح يعلن عن اسم الفائز. اتصال. ألو. ألو هاي. مساء الخير. كيفك؟ كثير منيح. مين معي؟ معك نهى. مها؟ نهى. مها من وين عم تحكينا؟ نهى دبوس من بيروت. من بيروت، من وين عم تحكينا يا نهى؟ من برج أبو حيدر. من برج أبو حيدر، رمضان كريم يا نهى لإلك ولعائلتك. إن شاء الله. عم بتابعينك اليوم؟ إيه أكيد. أنت قدها؟ إيه قدها. يلا نقيلي رقم. يلا بدي رقم 7 بليز. نهى رقم 7 علامة النصر، أنا على طول بتفائل فيه هيدا الرقم. نشوف سوا. نهى. ايه معك. شهر فضيل، شهر كريم، محبة، تسامح، بدنا نكون قدها ونربح ان شاء الله. قبل الصيام هلا بيجوا لعندك العائلة الكريمة بتقعدت تقول انا اليوم كنت قدها وربحت. اكيد عوزك الحلو اكيد للربح. حبيبتي يا نهى وصوتك محلى حلقتنا اليوم. نهى انت قدها؟ انا قدها. صورة وكلمة، بنشوف 4 صور، بدك تعرف القاسم المشترك، بنشوف سوا. يلا 4 صور قاسم المشترك. يلا نهى، عم نشوف هون دب الابيض، حصان ابيض، ورده بيضاء، غيمه شو لونها؟ الغيمه شو لونها؟ ابيض، لون الابيض. هيدا هو؟ القاسم المشترك بيناتهم. ما بتغيري رايك؟ لا ما مبين. وما تغيري رايك لانه صوره التفي بتقدم لك جايزه قيمه اللون الابيض. مزبوط. نهى رمضان كريم. ألف مبروك، هيك بتكون جماعتكم حلوة، وهيك بنكون كلياتنا على الموعد الساعة 6:30 على شاشة الـ MTV. أجواء حتى من الفرح عم بتعم بالاستوديو، وأنتم أيضا كمان فيكم تكونوا قدا ويعلق معكم الخط وتربحوا اتصال. ألو. ينعاد عليك يا محمد. وعليك، مين معي؟ معك حمد. حمد من وين عم تحكينا؟ من رياء. من رياء، تحية لإلك يا حمد، ومعايد لكل أهالي البقاع والجنوب، لكل المناطق اللبنانية. ميرسي كلك ذوق. انت قدها؟ ان شاء الله. بننقي رقم. يلا يا حمد. حمد ستة. رقم 6. يلا حمد، المثل اذا حزرته جايزة قيمة تقريمة سويدكس بقيمة $500. حرزانة ان شاء الله، بس بدك تساعدني شوي. انا معك وحساعدك، مجرد ما تقلي انا قدها بلش لك المثل. انت قد يا حمد؟ انا قد. المثل بيقول اذا احسنت سيرك، يعني اذا انت ماشي على الخطى السليم، بس انتبه سيرك، يعني لما بتنتهي المثل بينتهي على نفس الحرف كاف، لما بتكون انت واثق من حالك وماشي شو بيصير؟ ما بتعطي الهم اللي حواليك. شو حمد؟ ساعدني بليز، ولا ما بحكي. عم بقول لك اذا ما بتطلع باللي حواليك. الغير.
حمد 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 يا ريتك ركزت معي شوي، كنت عم بعطيك الإجابة بطريقة غير مباشرة، لكن عم نرجع نقول إذا أحسنت سيرك. يوجد لما الواحد بيكون ماشي بيمشي على طول واثق من نفسه وما بيخاف لحد هون. اتصال، ألو، مساء الخير، مين معي؟ مساء الخير، معك كريستال. كريستال، من وين عم تحكينا؟ عم بحكيك من جونيا. تحية لك يا كريستال ولكل متابعينا بجونيا. عم بتابعينا كل يوم على الموعد؟ ايه كل يوم عم بوعد، وكتير بسطت انا علقت معي هلا. بدك تكوني قدها. يا ساعة يبلش البرنامج يا كريستال؟ اكيد. يا ساعة يبلش البرنامج؟ بلش 6:30. برافو عليك يا كريستال، انت قدها؟ ايه انا قدها. يلا كريستال، المثل بيقول إذا أحسنت سيرك، مثل ما قلت لك إذا أنا ماشي مو سالم ما عم بأذي حدا، شو كمالته؟ فيك تساعدني شوي أكثر؟ إذا أنا ماشي مش عم بأذي حدا، ضميري مرتاح، ما بخاف. ما بخاف من مين؟ العدو. شي على نسق سيرك. إذا أحسنت سيرك لا تخاف من غيرك. برافو عليكي. ايوه يا كريستال، انت قدها. ميرسي. الف مبروك، الف الف مبروك. صدق تقدم لك جايزه قيمه يا كريستال، تستلميها اكيد من مبنى الام تي في بالنقاش. هيك بنكون قدها، بنتساعد نوصل للجواب الصحيح. لو كل واحد بيحسن سيره ما بيقعد في مشاكل، ما بيفوت عندنا خلافات ولا انقسامات. اتصال جديد. الو 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 الو، مرحبا، مساء الخير، مين معي؟ معك نهله. نهله، من وين عم تحكينا؟ من بيروت. من وين؟ من بيروت يا نهله. من الطريق الجديده. من طريق جديد، ينعاد عليك يا نهله. وانت قدها؟ انا قدها ان شاء الله. قدها وقدود ان شاء الله. يلا نهله، بنشاط يلا. بحماس، باندفاع، بدك تختار رقم. يلا يلا اوكي. 22. رقم 22. رقم 22 مخبالك لعبة غلط بغلط، يعني لمدة دقيقة ونص لاسمك نهلة، لأنك من طريق جديدة ولأنك من لبنان. مننسى التاريخ، مننسى الجغرافيا، مننسى الفن، مننسى اللغة. أكثر من هيك بدك ساعدك بعد؟ أوكي أوكي إن شاء الله. يلا أنت قدها؟ أنا قدها. يلا نهلة؟ نهلة، أنا مش نهلة. أنت مين؟ أختها؟ أنا إزمة. شو اسمك؟ أم نهلة. أنا إختها لنهلة، ميرا. معا آه. طب ميرا شو أخبارك؟ مش منيحة. موين عم تحكينا؟ عم بحكيك من الشمال. وين؟ من الشمال. من الشمال؟ من طرابلس. شمال لبنان صح؟ لا، هي جنوب لبنان. يخزي العين عنك، بالجنوب. إذا سألتك بالجنوب شو بتعرفي مناطق بالجنوب؟ طريق جديدة بالجنوب؟ عمشيت. طريق عمشيت بالجنوب. اه، وطريق جديدة؟ طريق جديدة هي بصيدا. بصيدا، يخزي العين. شاطرة بالجغرافيا؟ مش شاطرة. انتبهي، ركزي معي، شاطرة بالجغرافيا؟ ايه شاطرة، شاطرة بالتاريخ. شاطرة بالتاريخ وبالجغرافيا، كيفك بالعد؟ بالعد أنا شاطرة بالرياضيات أكثر. طيب كل الرياضيات. أوكي، عديلي من الواحد للخمسة. 6 7 8 9 10. زبطت لهلا، لأنه لو عديت من الواحد للخمسة كتير منيح، بس هلا لأنك قلت 6 7 8 9 10 يعني أنت شاطرة. لا أنا كسلانة كتير. يا عين، عندك ولاد؟ عندك ولاد؟ ماني متزوجة. منك مزوج وانت قدها غلط بغلط. تعبتك، بعرف، حسيت بدقات قلبك لهون. الف الف مبروك، رمضان كريم ينعاد عليك وعلى الجميع. كثير بقدم لك جايزه قيمه لانك كنت قدها وقدرت تغلط لمده دقيقه ونص. ما بدنا حدا يزعل، بدنا كلياتنا نكون مع بعض، كلياتنا نكون قدها. لو خسرتوا رجعوا حاولوا اتصلوا وانا حساعدكم. بعد البريك رح نكفي بتلقي اتصالاتكم، ما تنسوا تويتر. سيو. عودة لمتابعة تاني قسم من انت ادى، المزيد من الاتصالات، المزيد من الربح والتسلية قبل الافطار بشهر رمضان المبارك، بسادس ايام هيدا الشهر الفضيل عم نطلع عليكم لحتى نزرع الفرح ونكون كلنا سوا ادى. اتصال، الو
الو مساء الخير، مين معي؟ الو مساء الخير، مين معي؟ الو 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 بيروت. بونسوار بونسوار حسن. بونسوار حبيبتي، بس الله يخليكي. رمضان كريم يا رب. الله اكرم. منوطي صوت التلفزيون لو سمحتي، وشو ما بدك بنحكي على أبراي التليفون. طيب حبيبي، يلا ناطرك انا، بس بدي اقول لك كلمة. تفضلي. حبيت محبوبي اسمه حسن خيس، صغير بين الشجر وكبير بين الناس، ويا ناس اذا بدكم تحبوا حبوا مثل حسن كاشو بس. حبيبي انت، حبيبي قلبي لا قدرت احكيتك. حبيبة قلبي حبيبتي، بس ما عرفنا مين معي. معك لور. لور لور يسلم تمك. وانا محمد، بس مش حسن، بس مش مشكل. حبيب قلبي، ان شاء الله يا رب اربع بدي... قلبي صار معي بالقلب. طب بريدي ما بيصير لك شيء، ان شاء الله بضلك سالمي انت قدها. بس مره الجاي بس اكتبي لي هيك حسنيه على محمد بلا حسن، انا محمد والله. مش عم بسمعك حبيبتي، ركزي معي، انسى الموضوع، خلينا ناخذ رقم وانا حكون معك لحتى نربح. لور دور، نقي رقم، يلا بدنا نكون قدها سوا. يلا حبيبي، يلا 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 يا لور، يلا سنة 19 على الله تكيت. يلا 19. لا ما تزل ما لي سكر الخط، ما بعرف فيهم أبدا. لا 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 بساعدك بساعدك، اسمعين مني بساعدك. طيب بأمر عيونك بأمرك ما يأمر عليك ظالم، بس وطيلي صوت طيب. التلفزيون لو سمحتي. بأمرك بأمرك. ايه يلا هساعد لور لحتى تكون قدها، وانتو كمان فيكن تساعدوني عبر تويتر اذا عرفتوا اي جواب لحتى لور تربح اليوم وتكون قدها، لانه صار لها فتره عم بتحاول تتصل. لور لور. نعم انت معي، يلا انت قدها يا لور. انا معك. انت قدها ان شاء الله يا رب. يلا صعب علي. يلا عمري 72 سنه يا حسن. يلا رحت بنزواتي وتحملتني بأغلاطي، كل اللي مرقوا بحياتي ولا واحد فهمني. لور لور يا حبيبي، انت معي حقلك شغلة، الكل حيتفاجأ باللي حقلك ايه، بس معي مني. انت قدها، اتصلتي، لذيذة، مهضومة، بتعقدة، وقلتي ما بتعرفي الكليبات، الك جايزة من انت قدها بلا ما تربحي وبلا ما تشاركي. يا تقبر قلبي وعدك. طيب لور ان شاء الله ما حدا بيزعلك، ان شاء الله ما حدا بينزلك دمعتك. لور رمضان كريم، ولقلك كي ستار تقدمت انت قدها، منا لقلك وانت قدها بتكون نتيجة هيدا الشهر المبارك، وان شاء الله ما حدا بيزعل وما حدا بيكون الا قدها. ما بدنا دموع، بدنا فرح، بدنا حب، بدنا سلام، وبنكون كلنا مع بعض. وما تعطلوا هم، انا معكم في شهر رمضان المبارك. اتصال جديد. الو 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 مساء الخير، مين معي؟ خضر. خضر خضر، وين عم تحكينا؟ من الضاحيه. من الضاحيه، رمضان كريم يا خضر. الله الله اكرم. يلا خضر، شفنا اللعبه، لعبه الكليبات، بدنا نرجع نعيدهم سوا، وبترجع هلا بتزيد ربح لور. شو يا خضر؟ بدك تربحني بس ما تعطى الهم. يلا خضر. نزواتي وتحملتني بأغلاطي، كل اللي مرقوا بحياتي.
حياتي ولا وحدة فهمت. خضر الو انت معي ثلاثة ميوزك فيديوز، يا اسم الغنية يا اسم الفنانة وانا معك. يلا خضر. اول وحدة لؤي ايوان حكيك حلو. لؤي. ايوان اول غنية مزبوط حكيك حلو. تاني غنية انتقل لي عليها. راغب علامة مزبوط. تالت غنية اللي كان بستار اكاديمي. لا لك قصدك اللي كان بدانسينج وذ ستارز. انا عارف انت شو قصدك. ايه صح. شو؟ صح. في عنا الوزير بارود. ساعدنا. الوزير بارود. ثالث غنية هو من بيت بارود. شو اسمه؟ شاب صوت حلو اغنيات رائعة. شو؟ ركز معي. را ساعدنا. انت قصدك قلك الجواب مش ساعدك. بسيطة يا خضر، حاول تصل فينا مرة تانية بتكون قدها، يعني أسهل من هيك بدي بس اسم الغنية وبيكون في عنا رابح بجائزة كيستار. ألو ألو مرحبا. مساء الخير، مين معي؟ معك ماجدة. ماجدة من وين عم تحكينا؟ عم بحكي من الضاحية. من الضاحية، تحية لإلك ورمضان كريم ولكل متابعينا بالضاحية الجنوبية من وطي صوت تلفزيون. بدي منك بس اسم انا بعرف ربيع بارود بس ما بعرف اسمها. ماشي انت قدها. مبروك ربيع بارود، ورجعت لها اغنيه رائعه وسوبر ستار جو اللي كمان عم بحقق نجاح كثير كبير ان كان بالتركي وحتى باللبناني. سوبر ستار رمضان كريم، وين ما كنت عم بتتابعنا وبعرف انك بتتابع الام تي في وانت قدها بكل المواقف. اما هلا حنكفي بحلقتنا وحلقه انت قدها، بس ميشا تعبت ناطره حدا يصيبها ليجيبها، فحقول لميشا تفضلي ميشا. يعني محمد في احلى من رمضان والمحبه والعطاء؟ ما في احلى من المحبه، وما في احلى لما تسمعي انه الصغار عم بيحضروا والكبار واللي كل الاعمار مبسوطه بانت قدها، فاقل شيء نحن نكون قدها ونوقف معهم ونقول نحن بنحبكم ونربحهم. اكيد. وبسيبه وجيبه نحن رح نعطيكم هلا 6 قطع، بدي كل المشاهدين يركزوا كثير مزبوط لانه من اصل الستة في 3 اسعارهم بايدي. اوكي فركزوا معي. اوكي يعني انت اليوم سهلتيها والجائزه هي 2000 دولار. 2000 ميشا. دولار وما تنسوا مع ال 50% اوف تيلت شهر رمضان فيهم يفرشوا البيت. على الاكيد فيهم يفرشوا البيت ميشا. ان شاء الله بنرجع لك قريبا. أكيد. ما بنعرف امتى حدا بيسيب الرقم وبيجيب بال 2000 دولار. نحن عم نكفي بتلقي الاتصالات، بس برجع بذكر باكيد تويتر @محمد_قايس وهاشتاج انت قدا، ورقم التليفون مثل ما صرتوا بتعرفوا 00961464. بيعلق الخط من نقي رقم ومنكون قدها. الو الو مساء الخير، مين معي؟ معك ندى. ندى من وين عم تحكينا؟ من صربة. تحيه لك يا ندى، عم بتابعينا كل يوم. كل يوم انت قدها يا ندى؟ انا قدها اكيد. يلا من نقي رقم. رقم 21. رقم 21. كيفك انت والمعلومات العامة؟ ما بعرف، تنشوف نحن وحظنا. انت قدها. انا قدها. انت قدها شو ما كان حظك نحن معك لحتى نساعدك. ندى اوكي، كيف معلوماتك بالسينما؟ يعني بتتابع اوسكار؟ بتتابع جوائز الاوسكار؟ لا مش كثير. طيب حنتساعد بس على كل حال ولادي حدي ما بعرف اذا بيساعدوني. كثير منيح، العائلة مجتمعة والعائلة كلها حتكون قدها. مجرد ما تقولي لي يا ندى انا قدها، انت قدها؟ أكيد أنا أدّى. يلا السؤال بيقول، من هو أفضل ممثل لعام 2013 بجوائز الأوسكار؟ عم نشوف صورته ورانا، وهو من جنسية بريطانية، جسد دور أبراهام لينكولن، ما بعرف، الرئيس 16 للولايات المتحدة. شو؟ ما بعرف. ندى ما بعرف. ندى فكرة، اسم. ساعدني. اسم. ما بعرف، ما عندي أي. للأسف يا ندى رجعي حاولي تتصلي فينا مرة تانية. مثل ما قلنا هو ممثل بريطاني ونال جائزة الأوسكار كأفضل ممثل لعام 2013 عن دور أبراهام لينكولن، الرئيس 16 للولايات المتحدة. مين؟ جوجل، آيباد، تليفون، كله معكم. ما بدها شيء على قد 30 ثانية بيكون معكم الجواب. اتصال. ألو
0096144 مثل ما قلنا ضغط كتير كبير على الاتصالات، محبتكن هي الداعم الأساسي وهي اللي بدها تكون تخلينا قد طيلة هذا الشهر الكريم. اتصال. ألو. ألو بونجور. يا صباح الخير، مين معي؟ كيفك محمد؟ أنا كتير منيح، مين معي؟ معك دانا الحاج. دانا مساء الخير يا دانا. مساء النور، رمضان كريم. الله أكرم علينا وعليكم، وين عم بتتابعينا؟ بدي أطلب طلب. تفضل. أنا هيدا الجواب ما بعرفه. أوكي. صلي من لو ما بلش البرنامج من أول نهار برمضان عم جرب، وهيديك السنة كمان ولا مرة علق معي، وحابة نقي رقم لأنه هيدا الجواب صراحة ما بعرف. أنا حساعدك، هأعطيكي احتمالين وبتنقي بيناتهم. أوكي. أوكي دانا؟ أوكي. أنت قدة؟ أنا قدة. يلا أنت قدة وقدود. الاحتمال الأول بيقول دانيال دي لويس أو براد بيت. دانيش دي لويس. ما بتغير رأيك؟ مش شكل براد بيت اللي وراي؟ شو؟ إيه؟ براد بيت شي اللي وراي؟ براد بيت؟ لا مش براد بيت، أنا عم بمزح. لا مش براد بيت. مظبوط، أنت قدة دانا، ألف مبروك. دانيال دي لويس هو اللي دايج جائزة الأوسكار عام 2013 عن دور أبراهام لينكولن تحديداً، اللي هيدي ثالث مرة أصلاً دانيال دي لويس بينال جائزة الأوسكار، هالممثل البريطاني. جائزة قيمة أكيد رح بتكون من نصيبك، تقدمة فياجور يا دانا لأنك كنت أدى. أما نحن رح بنكفي بتلقي الاتصالات والمزيد من الربح مع المتصل أم المتصلة، نكتشف سوا. ألو. ألو، رمضان كريم. رمضان كريم، مين معي؟ الله أكرم، معك مروة. مروة من وين عم تحكينا؟ من طرابلس. من طرابلس. مروة أنت قدة؟ أنا قدة. يلا يا مروة، من حبيبتي يا مروة، منقدم رقم؟ منقي رقم؟ رقم 10. رقم 10. جين سين، بعطيك الجواب عليك تعرفي شو السؤال. شو مروة؟ بس ساعدني. عابد طحان بيقدم لك جايزة قيمة إذا كنت قدة وعرفتي شو السؤال. أنا حساعدك بس اسمعيني كتير منيح. أنت قدة يا مروة؟ أنا قدة. أكيد؟ أكيد. يلا الجواب بيقول 14 مليون متر مربع. ساعدني شوي. شو ممكن تكون مساحته 14 مليون مربع؟ لبنان مساحته 10452 كيلومتر مربع، إذا زدنا عليه مساحة مصر وزدنا مساحة دول عربية كلها على بعضها شو بيطلع الرقم؟ مساحة شو؟ ساعدني شوي. قلتلي أدي مساحة لبنان؟ 10452 كيلومتر مربع. طيب لبنان يعتبر دولة من الدول العربية، قد ايه مساحة الدول العربية كلها على بعضها؟ بعد اسهل من هيك يا مروة. كم يبلغ عدد مساحة؟ يعني اكثر من هيك، اكثر من هيك صعبة، اكثر من هيك بعد اقدر، يعني لو في يقول الجواب ويعلق معي الخط شو كنت بربح. ولا لا لكم اضبط، لو انتم كمان عاملين اعداد انتم كمان بتربحوا، مش هالقد انا شاطر يعني. اتصال. الو. الو، مساء الخير، مين معي؟ مساء النور، ديما نجم. عفوا ما عم بسمعك لانه صوت التلفزيون. ديما نجم. ديما نجم، بدي اطلب منك بليز توطي صوت التلفزيون تسمعيني. اوكي بس لانه صوتك كمان كثير واطي. مش مشكل، هلا بس توطي صوت التلفزيون بيرجع بيوضح الصوت عندك، وبدنا نكون قد يا ديما ومننقي رقم. بس بدك تساعدني. والله انا لازم اسميه انت والمساعد مش والمساعد. انت قدها. يلا ديما. يلا شو الرقم؟ رقم، بدنا رقم، بدنا لعبه جديده. يلا اوكي. لحظه شفتي شكلك انت ضيعتيني، بدك تساعدك ما تعطي الهم. حنرجع لجين سين. مروه ما عرفت شو هو السؤال. اوكي. الجواب بيقول 14 مليون متر مربع، انت قدها؟ أنا قدها. يلا شو ممكن يكون مساحته 14 مليون متر مربع؟
بس تعطيني احتمالات. لبنان قلت سمعتيني شو كنت عم بقلها لمروة؟ ايه اوكي. تشاوري انا وياكي معنا بعد حوالي 40 ثانية، قولي لي شو سمعتي مني؟ معقولة مصر؟ لا مصر زائد دول عربية، إذا نجمع الدول العربية كلياتهم مع بعضهم مساحتهم اوكي شو بيطلع الرقم؟ بس 14 مليون؟ سأليني هالسؤال ليطلع الجواب 14 مليون. إذا جمعنا كل الدول العربية معقولة قد إيه يطلع؟ ماذا يبلغ مساحة الدول العربية كلها؟ قد إيه؟ قد إيه 14 مليون متر مربع، مبروك! عم التحامد قتلني لك جايزة بقيمة 500 دولار. هيدا الربح، هيك بنكون قدها. السؤال بيطلع قديش جمعنا مساحة الدول العربية بتطلع 14 مليون متر مربع، على أمل نضلنا متوحدين ومنضلنا قدها على شاشة الـ MTV بعد البريك. عودي لكم بانت قد بثالث قسم، كثير عدد كبير من الاشخاص عم يتواصلوا معنا عبر تويتر، عم جرب قد ما في اعمل ريتويت، وبنفس الوقت بتعرفوا بنكون عم نحضر الحلقه وعنا ضيف مثل ما سبق وقلت المسرحي والممثل والمخرج جهاد الاندري رح يعلن عن اسم الرابح بهايت بارك بالقسم الاخير من انت قد. اما انتم ايضا ببيوتكم فيكم تضلكم عم تحاولوا تتصلوا، ما حدا يزعل اذا فصل الخط، اجمالا على ضغط الخطوط بيقطعوا الخطوط بصيروا، بس بدنا نضلنا عم نحاول طالما في عالم ربحت مثل ما سبق وقلنا يجربوا قد ما فيهم يتركوا مجال لغيرهم لحتى كمان يشتركوا ويكونوا قد ويربحوا. اتصال. الو. الو مرحبا. مساء الخير، مين معي؟ معك علي. علي من وين عم تحكينا؟ من صيدا. من صيدا، ينعاد عليك يا علي ورمضان كريم. وعليك علي. الله اكرم. الله اكرم على الجميع. من نقي رقم وبدنا نكون قدها يا علي. اوكي يلا. شو عبالك تلعب علي؟ اي لعبه هيك؟ موبيلي توب او لا ولا لا. يلا هات نشوف، يا موبيلي توب يا ايه يا لا. 12. رقم 12. رقم 12. انت قدها. لا ايه لا لا يعني ماشي. وات صوت تلفزيون فيها سفرة على الأورينت كوين. على ابو مرق كروز. شو؟ يلا انا قدا. انت قدا؟ انا قدا. تعرف شروط اللعبة او بعد لك اياهم؟ بعرفها، انه ممنوع اقول لا ايه ولا لا، ولا وي ولا نو ولا اوكي ولا ولا شيء من هون، ومن جواب جواب منطقي وما فينا نعيد المرادف اكثر من مرة، ولا يس أوكي. ولا نو. يلا انت قدا؟ انا قدا. علي عم تحكيني إلي؟ ايه. مين علي؟ مزعوج؟ لا مش الحق يا الله. علي خيرة بغيرة بتكون قدها. اتصال تاني بلا ايه ولا لا. الو. ما فيكم تقولوا ايه ولا لا. معك زينب. زينب ينعاد عليك ورمضان كريم. عليك يا رب. مو عم تحكينا؟ من سانتا ريز. من سانتا ريز، تحية لك ولكل متابعينا. أنت قدا؟ أنا قدا. زينب لا إيه لا لا، شو؟ أنا ما بعرف شو بدي. ما تعطي الهم، أنا بساعدك، لا إيه لا لا. إيه طيب. يلا، دقيقة ونص. زينب. زينب شو أخبارك؟ ماشي الحال. أنتم مين عم بتتابعينا؟ جيران. كم حدا في حدك؟ خمسة. خمسة. قديش عمرك يا زينب؟ دوري. ما بدك تقولي عمرك؟ ضروري قولي. اها، متزوجة عندك ولاد؟ عندي. بسموكي أم علي؟ ما بعرف. ولادك مزوجين؟ مزوجين. عندهم ولاد؟ كلهم. يعني صرت تيتا؟ صرت. بيقولوا ما أعز من الولد إلا ولد الولد، مظبوطة؟ مظبوطة. مظبوطة. وبتعرف إنه لهلا أنت بعد ما قلتي لا إيه ولا لا صار قاطع دقيقة؟ بعرف. ومين في حدك؟ بنتي. بنتك أو كنتك؟ بنتي. بنتي. كيفك أنت وكنتك؟ تمام تمام تمام. مش عم بتعذب؟ شو؟ ما عم شو زينب؟ ماشي الحال ماشي الحال.
انت قد زينب سفرة على اورينت كوين ابو مرق كروز. انت قد لقيلة لا ولا وي ولا نوش هالقوة. زينب اخدت وقت بس انت عم بتجاوبي بهيك بطريقة واضحة. كان في حدك حدا عم بيساعدك، انتو مجموعين. هيدا مبدأ اللعبة، ننجمع كلياتنا ونكون قد. اتصال جديد. الو وقت اهلا. مساء الخير. مساء الخير. بونسوار. مين معي؟ تراز. ما عم تحكينا؟ من دار الاحمر. من دار الاحمر، تحية لك ولكل متابعينا بالبقاع ان كان الغربي او حتى كل المناطق اللبنانية. من وقت صوت تلفزيون. ميرسي. ومن نقي رقم تراز. يلا. أربعة. رقم أربعة. صيبة جيبة يا تراز. مين في حدك؟ في حدك عم بيقول لك قولي له انت قدها؟ انا بوجودكم قدها قولي له. العيلة كلها. تحية لكل عائلتك تراز. ميرسي. كلكم مع كريم. الله اكرم علينا وعليك يا تراز وعلى عائلتك. تراز صيبة جيبة مع ميشا بالموبيلي توب. اسمعيني منيح، 2000 دولار تراز، يعني بدك تعرفي ثلاث اغراض اسعارهم موجودين مع ميشا. شو تراز؟ هاي تراز. اوكي بس ساعدني شوي. يلا ميشا ساعديها لتراز. تراز كلنا بدنا نساعدك اليوم، بدنا نسيبها ونجيبها. اوكي تراز بدي تركزي معي. اوكي ليكي، وقبل ما نبلش بدنا نعطيكي، نحن اتفقنا نعطيكي، حاعطيكي ست قطع، ثلاثة منهم اسعارهم بايدي، فبدي تركزي كثير مزبوط. ايه اوكي. اوكي؟ فإذا في فيز، في إيه؟ كاربت، سجادة. بس ما عم بسمعك كثير منيح. في فريم. في فيز، أول شيء في فيز. ايه. سجادة. سجادة. فريم يعني كادر. ايه اوكي. في البوم. البوم. في مخدة. مخدة. اوكي. وفي كنباية. كنباية. واذا حزرتي ثلاث قطع فيكي تشتري كل هو ب 2000 دولار مع الـ up to 50% off. اوكي. اذا حزرتي ثلاثة من هالقصص اسعاره فيكي تربحي كل هو. اوكي. Alright. يلا انت قدة؟ انا قدة. والعيلة كلها قدة؟ والعيلة قدة. يلا رح نبلش. اول سعر 125 دولار. ركزي وين الاسعار؟ 125 دولار. الفاز. الفاز. شو بتقولوا؟ مزبوط. برافو تراز. بدي اسمع زعيف العائلة، ما عم بسمع شيء. بدي تسمع زعيف العائلة. ياي. طيب عنا هلا 40 دولار. 40 دولار. جاي تذكري شو انا عديت لك. الكادر. شو؟ كمان مزبوط. برافو تراز. هيكي تراز هي كثير هينة لأنه كمان 40 دولار. اوكي. حق السعر. يلا 30 ثانية. شو؟ 30 ثانية 40 دولار. الألبوم؟ حلوة كثير. ما في سعر قدام الألبوم، ركزي على الأسعار. اوكي. يلا 14 ثانية. أي وحدة؟ لا بتسيئة. مضبوط 40 دولار تراز، برافو ربحتي 2000 دولار من عند موبيلي توب. هلا بدي اسمع صريخ. ميشا هيك بيكون الربح، هيك بيكونوا قدا 2000 دولار لتراز لأنه علق مع الخط وصيبتها وجابتها مع ميشا. قد وقدود. شكرا يا ميشا، ثانك يو لك، واكيد بنرجع بنلاقيكي بحلقه بكره. 1000 دولار اذا صابوا الايتيمز
وقدروا اكيد يحضروا اسعارهم. انت قدم كفى معكم ومكفى بتلقي الاتصالات. وبدي ارجع اذكر من مختلف الدول العربيه للمره الالف، حضلني عم برجع اقول انه في كثير عالم عم تسالني وحقكم وانا علي اني جاوب. تعرفوا رمز البلد هو 00961464. اتصالات من استراليا، من كندا، من المملكه العربيه السعوديه، من البحرين، من قطر، من تونس، من المغرب. كل التويتس فيكم ترجعوا تحاولون على اتصالاتنا وتكونوا قدا. الو الو الو، مساء الخير، مين معي؟ ريوا. ريوا، وين عم تحكينا؟ من زوق مكيل. من زوق مكيل، يلا يا ريوا بننقي رقم وبدنا نكون قدا. اوكي يلا ريوا. لا لنشوف التابلو يا ريوا. رقم 8. نعم يلا. ريوا. نعم. مثل، يعني هيدا المثل اللي حقلك اياه بدك تكفيه، واذا عرفتيه سويدكس بتقدم لك جايزه قيمه. في حدا حدك؟ ايه. والدتك، والدك، اهلي، اهلك كلهم حدك، كلكم قدا بصوت واحد بتقولوا لي نحن قدا. بقول لك شو المثل، ما بسمع صرخه ما فينا نقول المثل. نحن قدا. وين اهلك؟ اوكي. نحن قدا. يلا ريوا. المثل بيقول اذا رجعت من السفر قدم لاهلك كلمتين بعد فيه. اذا رجعت من السفر لك لو حتى ما كان معك مصاري، لو بتوطي على الارض وبتلم شيء على نسق سفر بنلاقيه بالارض بنلمه. اذا رجعت من السفر قدم لاهلك ولو ذهب. بس ما معه مصاري هيجيب الذهب يا ريوا. حجر. 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 برافو عليك. اذا رجعت من السفر مبروك، انت قدا. اذا رجعت من السفر قدم لاهلك ولو حجر. سويدكس بتقدم لك جايزه قيمه اكيد بتكون من نصيبك، تستلموها لكل جوايزكم. كثير شهر رمضان المبارك من الساعه 11 الساعه 4 بمبدا الام تي في بالنقاش. اتصال جديد. الو. الو. بونسوار. بونسوار، كيفك محمد؟ انا كثير منيح. مين معي؟ داليا. داليا، مساء الخير، مين عم تحكينا؟ من بعبدة. داليا انت قدا؟ اكيد انا قدا. نقي رقم وبدنا نربح. ان شاء الله. يلا شو عبالك يا داليا؟ يلا يا داليا. 18. عم تحاول قبل ما نقي الرقم داليا. ايه. من هلا لنقي الرقم بدك تقولي لي كم مرة صرت محاولة تتصلي لحتى يعلق معك الخط؟ كتير. قال لي من الأول من 6:30 وأنا قاعدة عم جرب. ورقم 18 لداليا. داليا مكافيين بالمثل. تشتغلي؟ أوكي. تشتغلي؟ ايه أكيد. يلا داليا، المثل بيقول لما بتقولي لي أنا قدها بقول لك كيف بدك تكفي. انت قدا؟ اكيد انا قدا. يلا داليا، المثل بيقول خبي قرشك الابيض ليومك الاسود. مزبوط. الف مبروك لك، بدك تستلمي جايزه قيمه تستلميها بمبدا الام تي في. اما نحن رح بنكفي بانت قدا مع جهاد الاندري بس بعد البريك، خليكم معنا. عودة لمتابعة آخر قسم من أنت أدى. يومياً بيطل معنا ضيف مميز أنا بعتبره من أهل البيت لأنه موجود قبل الإفطار لحتى يساعدكم وتكونوا أدى، وبنفس الوقت بنغتنم الفرصة لحتى يكون في حوار كمان يكون أدى الحوار. لما نقول اسم جهاد الأندري بنحكي عن مسرح، بنحكي عن شعر، بنحكي عن رقص، بنحكي عن فن، بنحكي عن قضية وراء المسرح. جهاد الأندري أهلا وسهلا فيك بأنت أدى. مرسي، أهلا وسهلا فيك، كلك ذوق، وبعيدك بقول لك رمضان كريم إلك ولكل مشاهدي الأم تي في بلبنان والعالم العربي. نحن كمان بدورنا بنشكرك على حضورك. استعمل. جهاد الأندري مراحل عديدة مرقت فيها، تخرجت من معهد الفنون بالجامعة اللبنانية إخراج وتمثيل، وكمان نفس الوقت كان عندك شهادة بالرقص. هل قد أنت شخص اليوم يتذوق الفن؟ ليك الرقص صار شوي بعيد وقريب، يعني صرت بالرقص اكثر باخذه، مش اذا بدي اعمل كوريغرافي لا بتفوت فيها بالمشاهد المسرحيه الاخراج المسرحي طبعا. بتذوق الفن اكيد، يعني اكيد، ما هو شقفه من 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 حياتي، اختصاصي صار هيدا يعني. ولطالما قلت انه الفن هو قضيه وخشبه المسرح كانت تتغير،
شعوب وتغير كانت صح. أنظمة. أما اليوم المسرح يا ريت بتغير اليوم مثل ما كانت من زمان تغير أنظمة وتغير شعوب. يعني في مسرحية معروفة كثير لهنريك إبسن اسمها بيت اللعبة، حرضت نساء أوروبا بهداك الوقت من وراء شخصية على المسرح. يعني فاليوم نحن بحاجة للفن ليغير، لأنه ما فينا نغير برودي. وبفتكر أثبت التجارب أنه البرودي ما بتغير شيء. طبعا البرودي ما بتغير إلا بس بتزيد عدد الدماء. هيك أنا معجب بمهاتما غاندي، يعني حرر الهند بالسلام. طبعا يا ريت لو كل واحد هيك بيضرب على الطعام وبيوقف بيقول لا نحن بدنا نكون قدها وبدنا نغير هذا النظام. جهاد الأندري سبق وقلنا بما أنه حكينا بهذا الإطار، لأنه حاختنم الفرصة على شمس وقمر اللي كمان عرض على آخر مسرح كازيم لبنان، هذا آخر عمل مسرحي وتوليت الإخراج والتمثيل فيه. كمان كان فيها صرخة، كنتوا عم بتحاولوا قدام السياسيين بالافتتاح، وجهتوا لطشاتكم، ما خفتوا من حدا؟ لا اكيد، مثل كل عمل مسرحي له في له مصطلحات وله مدلوله. يعني اكيد بظن مش بس شمس وقمر، اي مسرحيه بظن لازم يكون لها مدلوله ولها مصطلحاتها يلي بتحرض وبتحرك الناس، والا بنكون نحن عم نعمل نشرات اخبار بس. يعني ساعات نسمع نشرات اخبار. بشمس وقمر تحديتوا التبعيه والكراسي والوراثه السياسيه لمواضيع كثيره، يمكن اليوم المسرح عم بيجرأ انه يطرحها، وعلو انه هل هالعدو تنتقل المسرح الى الشارع لبنان ونكون كلياتنا ايد وحده وننسى لغه التهديد والوعيد. اتصال لحتى نرجع لاجواء الربح واجواء رمضان المبارك. اتصال. الو، مساء الخير، مين معي؟ ريتا. ريتا مو عم تحكينا؟ انت الياس. ريتا اليوم جهاد معك حيساعدك تنقي رقم وتكوني قدها، شو يا ريتا؟ مساء الخير ريتا. مساء النور. اي رقم تختاري؟ 1. رقم واحد. رقم واحد. ريتا جهاد صارت معه الإيجابي، بس ما بعرف قديش كاملة لأنه هلأ بخط إيدي كتبت. ما نفهم الخط هلأ. أنا برأيي أعطيني الورقة لعب مع ريتا. انسى الخط، أنا بتلاقى معك اتصالات. ريتا غنية ورا غنية، عب الطحان بقدم لك جايزة قيمة إذا عرفت الأربع أغاني. حنسمع أول أغنية، أول ما تقولي لي أنا قدها. ريتا. ريتا. نعم. انت قدها؟ قدها. يلا ريتا اول غنية. هاي هي لا سي، برافو عليك. تاني اغنية. شو مين يا ريتا؟ يلا يا جهاد نبعت الاجابة، ساعدها شوي. مطرب شاب لذيذ كتير، عنده كتير أغاني حلوة، حكي عن الحب وحكي عن الأبوة. آها، بنتي آخر أغنية اللي كسرت الأرض. كسرت الأرض صحيح. مين هو ريتا؟ الرقصة الأولى. شو؟ الرقصة الأولى. اسمحي لي ما أحلاكي التوب الأبيض شو محلاكي بعد أكثر. وغنى لبنته. ها؟ للابنة. شو؟ شو؟ إحسان المنذر أو أمير يزبك؟ أمير يزبي. ريتا وأخيرا ليك يا ريتا، بدنا نكون قدها وبدنا نتنشط شوي ونسمع مظبوط، لأنه جهاد وأنا هيك ما فينا نكفي. طيب أكيد الإجابة؟ لا مش أكيدة. شو مش أكيدة بالإجابة؟ طب تعطيها بعد احتمالات؟ لا خلاص خلاص هني. أو جهاد الأندري. ريتا شو بتقولي؟ شو الجواب؟ إحسان. لا عبد القدوس. لا تحية لأحسان المنذر أكيد. طبعاً طبعاً. اللي قدم ألحان وعازف رائع وكمان موسيقي رائع نفتخر فيه لبنان، بس مش لقلو الغنية. حنكفي بحوارنا معك، وسبق وقلنا كمان على شمس وقمر. نعم منكفي اللعبة منكفي أو شو بدك؟ يلا يلا منكفي اتصال. طبعا أكيد. يلا. ألو. ألو مساء الخير، مين معي؟ معك كيفن. كيفن مو عم تحكينا؟ من أدونيس. يلا يا كيفن أنت قدها؟ أكيد. وجهاد معك حتكون اثنيناتكم قدها. كيفك كيفن؟ أوكي يلا يلا. أي رقم تختار؟ لا بعدها بس اللعبة حنكفي فيها. يلا بنقي أي رقم. لا 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 حنكفي باللعبة. يلا أنت قدها؟ أنا قدها. يلا يا كيفن نسمع تاني أغنية. شو كيفن؟ ما في احتمالات. ما سمعتنا من قبل ريتا كيف ساعدناها؟ بلا. ايه شو قلنا؟ امير يزبك. هيدي هي امير يزبك. تا
تالت أغنية إليسا. برافو عليك إليسا، أسعد وحدة. الفرحة اللي أنا فيها دي كل. حلو كيفن، صوت كيفن متحمس. يلا كيفن سمعني غنائيا. يلا غنية أرى غنية بساعدك برابع غنية. شو؟ لا لا من كف بليها ما بساعدك بالعالم. لا ولا أهضم كيفن. يلا رابع غنية. حلو كثير. رامي عياش. رامي عياش مظبوط، ما بدي شيء. ألف مبروك كلاس فور، بتقدم لك جايزة قيمة. ربحت كلاس فور، بتقدم لك جايزة يا كيفن لأنك كنت أدى وقدرت تعرف الأربع أغنيات. أما فقرتنا المعتادة بهيدا الوقت إجمالا بآخر الحلقة مع الضيف، بنعلن على طول عن اسم الفائز بهايد بايك. كيفك أنت والتبولة؟ أنا والتبولة طيب كتير. بتعرف تعملها؟ بعملها. لا أنا بس باكل تبولة. بس بيقولوا عادة يعني بنعرف حتى كمان التاريخ أثبت إنه يعني الشيف الشاب بيبرع بالطبخ. أكثر من بيقولوا بكل الاختصاصات، يعني حتى مصمم الأزياء الشاب، يعني الامرأة بتصمم لرجل ورجل بتصمم لامرأة، وحتى بالاختصاصات أصلا ما عاد في بحس هالتفرقة. بس أنت عندك نظرة للمرأة، حنحكي أكثر عنها من بعد ما نشوف التوب 3 بهايد بارك مين قدر يحقق يعني تالت أعلى نسبة مشاهدة على موضوع أسرع جاب تبولة قبل الإفطار. هلا كمان ندى خوري يعني فتوش طلعت مش تبولي في الاخر، حتى كترت الملح ملح قلبه. يعني حوالي 15909 فيوز على هايد بايك. بما انه نحن كنا عم نحكي هلا على الطبخ وعم نحكي عن المراه، لطالما جهاد الاندري انا وعم بعمل هيك بعض الابحاث مع كمان ريتا منصور، على طول عندك مثل صرخه حتى ما اقول نقمه، انه المراه على طول تصور كسلعه، وانت هذا الشيء بترفضه، ترفض ان المراه تظهر كسلعه. عندك يمكن نظره للاعلام او حتى للدراما او يمكن حتى لكل شيء خاصه بالاعلان والاعلام. صحيح، مرتبط بالمراه. المشكله مش عندي، والمشكله كنت فكرها بوسائل الاعلام. اكتشفت المشكله عند المراه. المراه عم تقبل انه تتسلع بهالشكل هيدا على الشاشات. فهيدا هيدا هون انت بتناشد المراه طبعا، او يمكن فينا نقول كل انثى انه هي ترفض هذا الامر. طبعا. مش الموضوع أكيد. مش الغلط يعني من ما الشركه ما تستعجل وما تركض لانه تحط حالها باطار مبتذل. انت لطالما كمان الواحد لما بيتابع الادوار اللي انت قمت فيها بالاردن، تم تكريمك عام 2003 كافضل ممثل عربي. نعم. بمهرجان الاردن التاسع المسرحي، وايضا كمان بروبي شهره كمان كثير كبيره، وغيرها كمان من انا بروبي كانت روبي كان مشهدك خاص يعني. بس كان عندك وقعه يعني، كنت الرجل الشخصيه نافره شوي، الشخصيه اللي موجوده بالمجتمع. قديش بتحس عن جد في رجال هالقد قاسين هالقد بيعنفوا اولادهم؟ في كثير، في كثير اكيد، في كثير حالات بالمجتمع و لازم يتضوا عليها في مكان ما. واذا بدي احكي حتى فنيا، بقول انه بحب العب هيك شخصيات لانه بتخلق حدثيه معينه عند الناس، وبكون لها مدلول قوي، وبكون في رساله من وراها انه لا هيدا الامر موجود، وما فينا نضلنا عم ننكر واقعنا. يعني ما فينا نعيش على طول بتقوقع انه لا نحن نرفض الواقع، انه لا لازم نصوره مثل ما هو بالظبط. وقدرت تصوره وصبته مزبوط، واليوم روبي الكاتبه كلوديا ماشاليان حقيقه طبعا يعني، و قدرت تعطي هيدي الصورة، والشخصية استفزتني. وأديب خير أكيد الله يرحمه المنتج يعني طبعا. فعلا أكيد. عطى وللأسف يمكن هيك هيدي سنة الحياة. نحن حنكفي بأعمالك، ولكن نشوف التوب 2 بهايد بايك. أوكي يا. بونسوار، لنحضر أشهر جات طبولة نحن بحاجة ل بقيت بقدونيس بس صغيرة، بندورتين، وبالإضافة ل عصير الحامض، الملح، زيت الزيتون، البهار والبرغل، تنخلطهم مع بعضهم. يلا
ماريا حنا انهيار الصبايا مهضومين لانه فكره hydepark.tv/mtv لبنان انه تجمع الاشخاص ليقدموا مثل بكره موضوعنا هو رقصه جانجام ستايل لمده دقيقه او 30 ثانيه. اليوم ماريا حنا 23,304 فيوز، يعني ماريا حموش ألف مبروك قدرت تحصل هالقد عدد كبير من الفيوز. أما المركز الأول كمان عم نكتشفه سوا. أوكي يلا بونجور، اليوم على حد الأسرع رجعت تبولة. أول شي منفرم بقدونس، خيار، بندورة وبصلة ناعمة، وبكيس صغيرة منخلط الحامض مع الزيت مع الملح والبهار، وما ننسى أكيد البرغل الناعم. وهلا بدنا نخلط تبولتنا. حطي عبالي تبولي بإيدك يا روحي مجبولي، يعني انا بدي استاذن ليه؟ رايك تبولي يلا الافطار هلا بعد هلا في بعد في معنا دقائق قليله وبنفطر. بدي اقول الف مبروك اكيد لسما الحرب اللي قدرت تحصل 23,549 فيوز ومهضومه، حطت هيك عملت اخراج فيها اخراج طبعا أكيد. حتى الموسيقى لازم ومظبطه كثير مثل ما قلنا، يعني حتى كان بالعوده لحديثي معك جهاد حكينا عن روبي، حنحكي كمان عن الشحروره، كان لك تجربه ايضا كمان بالشحروره. نعم. خبرنا لعبت شخصية شحرور الوادي، عمة للشحرورة، وشخصية لذيذة كتير، وهالمسلسل ساعدني لأتعرف على أجزاء من شخصية هالأمرأة اللي أنا بعتبرها ظاهرة طبعا. شحرورة صباح وعلامة كبيرة بالبلد، وبفتكر من أكثر الفنانين من بين الفنانين الأذكياء اللي قدرت دائما تعطي البسمة للناس بوقت اللي هي كانت إنسان كتير موجوع طبعاً. كتير موجوع رغم ما أخذي أنا في مكان ما على المسلسل، لأنه المسلسل كنت بتمنى يكون أكثر لبناني، مش ما يصوروا الشخصية شخصية الشحرورة شخصية فنانة مصرية. نحن منحب ومنجل جمهورية العربية المصرية، إنما صباحي هي لبنانية. علامة لبنانية طبعاً. فنانة لبنانية بقول اكيد رمضان كريم لجنات فغالي الصباح، الله يطول بعمرك كريم. وبدي اعتذر منها على الهوى لانه السنه الماضيه طلبت انه نلتقى وشوفها، وهذا كان طلبي من زمان قبل ما هي تطلب، وبوعدها هيدي السنه باذن الله رح بيكون في عندي شيء مميز معها، ورح طلع حتى سلم عليها وبوس راسها وقال لها الله يخليك ويطول بعمرك. بتمنى لها دائما الصحه الدائمه. اتصال ثاني جهاد مسرحي، فيك تقول الو. يلا مساء الخير. الو مساء الخير. بونسوار. مين معنا؟ معك لميس. عفوا لميس؟ لميس، اهلا بلميس، تفضلي. شو بدي رقم؟ ايه يلا لميس رقم 9. رقم 9. حظ لميس. اها لوجو مين يا لميس؟ بدنا نشوف لوجو منه كثير واضح معالمه، تم هيك إخفاء بعض الشيء، بعطيك شوية معلومات وجهاد في ساعدك. شو لميس؟ أوكي. انت قد لميس؟ انا قد. يلا لميس بنشوف سوا اللوجو. اذا عرفت لمين اللوجو سيلار دوميل بيقدم لك جايزة. بدك جايزة اذا ما بتعرف اللوجو. شو؟ وعلى ميس كتير سهلة. فولكسفاجن مزبوط. مبروك. هي الشركة الألمانية اللي اليوم تعتبر بالتوب 5، يعني اللي عم بتحقق أرباح من بعد أبل بالمركز الثاني ضمن المراكز الخمس الأول بالعالم، عم بتحقق أرباح كتير عالية. ألف مبروك لإلك سيلار دوميل، بيقدم لك جايزة قيمة. جهاد حكينا كتير عن أعمالك إن كان بالمسرح وإن كان أيضا كمان بالتلفزيون، وينك من السينما؟ ناطرة ناطرة أكيد. أنا من أحلامي بالمرحلة اللي متقدمة أكيد الحلم الكبير هو أفلام السينما، بانتظار سيناريو لائق بيضوي على إشي أنا بحب أقوله للناس، وبيحترم ذوق المتلقي اللبناني العربي اللي أنا دايما تعودت أني أقدم له إشياء بتليق فيه. كيف تشوف اليوم هالتجارب اللبنانية بالسينما؟ مشجعة جدا. إن كان جدا. جو بعيد، إن كان كمان لنادين لبكي طبعاً. ومختلف المخرجين. مشجعة جدا جدا ومشرفة. تشبه واقعنا؟
فيها اشياء بتشبه انا وفيها اشياء لا، لانه انت لطالما كنت في اشياء جديده يعني وطلعيه، وليش لا، نحن انا مع التجارب الجديده انما تكون مقنعه، انا مع الاقناع. ولطالما كنت عم تشتغل على قضيه الاقناع، قديش المفروض يكون الدراما او حتى بنفس الوقت الفيلم اللي نحن عم نوجهه يكون بيشبه واقعنا اليوم؟ اذا انت كان عندك الفرصه انك تنتج فيلم وعندك كل الامكانيات، الحلم اي موضوع يعني. الحلم وين بتروح؟ وين بياخذك؟ اي موضوع انساني بياخذني. بتروح لصوب الموضوع الانساني؟ اكيد اكيد. صوب مثلا اللاجئين بركي؟ لاجئين بلبنان؟ بلبنان او بالعالم العربي؟ لا بركي بركي بحكي عن مخلفات الحرب. اه طب ليه 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 مخلفات الحرب اللبنانيه اصعب من الحرب؟ كم فيلم صار معمول عن الحرب اللبنانيه؟ وبعدها بتكون هي الماده الدسمه او المحفز لكل مخرج. اول شيء الحرب بعد ما خلصت، وثاني شيء هذا وجع الناس، ليش لا؟ الحرب موجوده انما ما في شيء جديد، الافكار كلها موجوده انما الاساليب تختلف. فاذا انا اي حدا قدر يعطي اسلوب جديد ضمن نفس الموضوع ليش لا؟ انا بدي اشكرك جهاد، وبدي اقول فعلا احنا بنكبر باشخاص مثلك تدربوا على ايدي مخرجين مثل ريمون جبارة وغيرهم كمان. انت على طول ما بتنكر هذا الفضل وبتقول أكيد. ومنشوف كل اعمالك ان كان بطريقه ادائك للشعر او حتى بالامسيات الشعريه اللي بتقوم فيها، بطريق حفاظك على يعني قد يكون الفن سامي ويكون له رساله. على طول بنقول يا رب يكون على طول في عالم مثلك قد بالتمثيل وبالمسرح. شكرا لك جهاد الاندري. اما انتم رمضان كريم أكيد. أما أنتم مشاهدينا فالشكر الأكبر لكم لأنه كنتوا على الموعد وشاركتوا بإنت أدى. من هلا لوقتها أطيب التمنيات، بكرة الساعة 6:30 خليكم على MTV. باي. We'll be right back.